السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المشاهدين والمتابعين الكرام من كل مكان في جميع أنحاء العالم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا محمد النبي الهادي الأمين، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا بقدر عظمة ذلك في كل وقت وحين. نحن اليوم نتكلم عن إن الله في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول فيه إن الله سبحانه وتعالى يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، ويبحث هذه الرسالة إلى أن يكون الرسالة طيبة ينجي الله بها من وصلتهم هذه الرسالة، أن يبعث الله هذه الرسالة لكي ينجي الناس من الخبيثة، ومن يبعث هذه الرسالة لينجي بها الخبيثة من الطيب والضال من المهدي حتى تقوم الحجة. سبحانه وتعالى يعلم المفسد من المصلح بقوله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، والصلاة والسلام على سرك الساري في سائر الأسماء والصفات. اللهم إني أسألك بحفظك التي حفظت به عبادك ونجيتهم من البلاء والكربات. اللهم صل وسلم على الذين مننت عليهم بفضلك ولم تستقص عليهم في عدلك، فدعوك دعاء ملح لا يمل دعاء مولاهم، وتضرعوا إليك تضرع المجيب أن يقر به على نفسه بالحجة في دعواه. اللهم صلي صلاة تعينني بها على الإقبال والإخلاص في حضرتك القدسية. اللهم آمين اللهم آمين. نحن تكلم عن الحلقة الماضية التي تكلمنا فيها عن التبتل العبدي، وسنتكلم اليوم عن الولاية الخاصة، وهو الحزب رقم 452 من الأدعية ذو القعدة الرقم 3، وهو يتكلم فيها عن بسم الله الرحمن الرحيم عن الولاية الخاصة، وكيف تكون الولاية الخاصة في هذا الزمن الذي سبحانه وتعالى ينجي فيها المؤمنين والمسلمين من الكروبات والبلايا والخطايا، وكيف سبحانه وتعالى أن الإنسان لكي ينجو من هذه البلاءات والكروبات أن يدعو بهذه الأدعية، أن لكل يوم دعاء من الأدعية الخالصة لله سبحانه وتعالى حتى يستجيب أن بالنجاة من هذه الوباءات والبلاءات. ويقول في الولاية الخاصة بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، فأغثني ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، وأصلح لي شأني كله. اللهم صلي وسلم وبارك وبارك على سيدنا محمد وآله، وتولني يا إلهي وتولني يا إلهي بولايتك الخاصة حتى أكون في حصون حفظك من كل شر من كل شر، وصر منعما يا إلهي بسوابغ أحسانك، ووسع عطاياك. ربي أزقني حلاوة الإيمان ربي أزقني حلاوة الإيمان حتى أكون مجملا بحسن التوكل عليك ولذة التقوى، وامنحني يا إلهي كمال الثقة بجنابك العلي وحقيقة اليقين عليك يا رب العالمين، مسرورا بالرضا عن مولاي العلي العظيم. ربي أسألك توبة العارفين وإنابة المخلصين وخشية العلماء بالله ورتبة المحبوبين وفضلك العظيم. ربي أعصمني من الناس وواجهني بجمال وجهك الكريم وأعزني يا عزيز. ربي أكرمني وأهلي وأولادي وإخواني بتوفيقك وإقبالك
يا ذا الفضل العظيم وقبولك يا منعم يا وهاب، وارزقنا يا إلهي من حيث لا نحتسب. ربي أسألك أن تحفظ الحجاج من شر الحر والقر ومن فساد الهوى ومن فساد الهواء، وحصني وحصنهم يا إلهي من شر كل طاغ وظالم، وأقبلنا وأقبلهم يا إلهي وأقبلهم وأقبلنا وأقبلهم يا إلهي قبولا تغفر به ذنوبنا، وتبدل بإحسانك سيئاتنا، وتسهل به مطالبنا وحوائجنا. اللهم صلي على سيدنا محمد وآله، ونجح يا إلهي مقصدي. ربي إني استأخيرك فيسر يا إلهي لعبدك المسكين الخير من حيث لا يحتسب. ربي أسألك أن تجعل المسلمين على الحق، وأن تقوي سلطانهم، وأن تذل أعداءهم. اللهم إني أسألك أن تجعل المسلمين أجمعين، أن تجعلهم في عز وفي رخاء وفي نعيم. أنت القادر لا شريك لك. أسألك الشفاء من الأمراض، والعافية من البلايا، والسلامة من الشر والأشرار يا إلهي. وأعزني من شر نفسي ومن الشيطان الرجيم ومن شر كل ذي شر، وأكرم إخواتي وأولادي وأهلي، وتولهم يا ولي المؤمنين. يا ولي المؤمنين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين يا رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعلى كل المتابعين الكرام. الذي سوف نقوله أننا سوف نتكلم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى على سكر العقول وهيام النفوس، فلا تنسوا الاشتراك والمتابعة. وكل عام وأنتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في صحة وعافية، ورعاكم الله وحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.